بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عظم سلطانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورفعه. الآن ننتقل إلى سورة الزمر لجروب. نتناول آية 9. يقول ربي، شوفك الصيغة الربانية، أمن هو قانت آناء الليل، قانت إلى الله، ساجد إلى الله، منيب إلى الله، مرضي لله، يخشى الله، يصدق الله ويصدق رسله الكرام عليهم السلام، ويصدق القرآن ويعمل بما أمر به الرحمن. يقول أمن هو قانت آناء الليل، وهذا يقول للكرب، هل هم عندهم الحالة هذه؟ خاصة الروس نتاعهم خامجة توا وقت الانتخابات، كل واحد حب يبيض صورته ويلمعها وكذا، هو الخماج يحوس وفي الجهالة يحوس، ونسى ماذا سيسأل الله. وإذا كان تحبوا استفادوا شوية، خذوا شوية من الربوع الأول من القرآن آيات عند صلة بيوم الحساب، البقرة، العمران، النساء، شو اسمه، المائدة، لا ولكن عندك لي بيستيو، أنا شوف الآيات هذوما، شوفوهم هل أنتم فعلا مؤمنين بأن هناك يوم ينتظرنا جميعا وهو يوم الحساب. فما فرق ما بين اليوم الآخر ويوم الحساب؟ الآخر ربما يقصد به ربي ليس كمثل أيام سبقته أو لحقت، لكن الحساب le jugement divin il va vraiment être le point de rupture entre l'insouciance et l'arrogance, et puis payer les pots cassés de la part de ces nigauds-là et de ces méchants-là et de ces cassons-là, ils ne peuvent casser que leur avenir. N'est-ce pas Allah salam.